السلام عليكم الأصدقاء. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفو درس جديد اللي هو الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية الذين الضرب الخاصيات التقنيات الاعتيادية. دائما كنحاولو نشوفو الأهداف التعليمية لأن يحسبوا جداء عددين صحيحين أو عشريين باعتماد التقنية الاعتيادية للضرب، يوظف خاصيات الضرب التبادلية التوزيعية في حساب الجداء، يحل مسائل مرتبطة بالضرب في علاقة بالحياة اليومية. إذن هنشوفو لنبحث جميعا. اقتنت إحدى المؤسسات التعليمية 17 جهاز حاسوب و9 مصالح، هل يكفي مبلغ الشيك البالغ 100,000 درهم لتغطية هذه المشتريات؟ إذن ثمن حاسوب واحد هو 3,980 درهم، وثمن مصلات واحد يا 3,790 درهما. علما أن التاجر يخصم مبلغ 3,980 ضرب 0.2 من ثمن كل حاسوب، و 3,790 في 0.15 من ثمن كل مصلات مساهمة منه لفائدة المؤسسة. لنحسب مبلغ التخفيض على كل أجهزة الحاسوب وأجهزة المصالح. إذن أشنو عندي هنا؟ أحدد المعطيات الأساسية، العمليات اللازمة، ثم أنجز العمليات. إذن نجي هنا نكتب المعطيات الأساسية. شنو هما؟ عندي 17 حاسوب، 17 جهاز حاسوب، 9 مصالح مزي، ثم مبلغ التخفيض أو مبلغ الخصم اللي هو بالنسبة للحاسوب 3,980 في 0.2، وبالنسبة للمصلات 3,790 ضرب 0.15. مزيان، شنو قال لي هنا؟ لنحسب مبلغ التخفيض على كل أجهزة الحاسوب. كان جهاز واحد هذا هو المبلغ الخصم، بغيت أنا الأجهزة كاملة يعني خصني نحدد العمليات اللازمة. بعد العمليات اللازمة يعني عندي الضرب. مزيان، نجي نشوف بالنسبة للحاسوب شنو عندي. نبدأ من هنا، إذن عندي 3,980 ضرب 0.2، عندي 2 × 0 = 0، 2 × 8 = 16، 2 × 9 = 18، زائد 1 = 19، 2 × 3 = 6، زائد 1 = 7. مزي، ثم أصفر نجي هنا نقطة، 0 × 0 تعطيني 0، 0 × 8 = 0، 0 × 9 = 0، 0 × 3 = 0. نجي ندير الجمع هنا، 0 × 6 = 9 = 7. عندي رقم واحد مورا الفاصلة، ها هو رقم واحد مورا الفاصلة، 796 درهم اللي كتخصم لكل حاسوب. أنا بغيت مبلغ التخفيض على كل أجهزة الحاسوب. إذن غنجي ندير 796 نضربها في 17، يعني عندي 7 × 6 تعطيني 42، ثم عندي 7 × 9 كتعطيني 63، 63 + 4 تعطيني 67، ثم 7 × 7 كتعطيني 49، 49 غنزيد عليها 6 تعطيني 55، ثم عندي 1 × 6 = 6، 1 × 9 = 9، 1 × 7 = 7. نجي ندير العملية ديال الجمع ديالي، عندي هنا 2، 7 + 6 = 13، 3 احتفظ ب1، ثم لدي 9 + احتفاظ تعطيني 10 + 5 = 15، ثم 5 + احتفاظ = 6، 6 + 7 = 13. يعني المبلغ
تخفيض هو 13532 فيما يخص الحاسوب. نمر الآن للمصلات، إذا لدينا 3790 دينار سنقوم بحساب المبلغ الذي سيتم خصمه لكل أو لا على حاسوب واحد. 5 × 0 = 0، 5 × 9 = 45، 5 × 7 = 35 زائد 4 = 39، 5 × 3 = 15 زائد 3 = 18، 1 × 0 = 0، 1 × 9 = 9، 1 × 7 = 7، 1 × 3 = 3. ثم الأصفار، إذن 0 × 0 = 0، 0 × 9 = 0، 0 × 7 = 0، 0 × 3 = 0، إذن هنا نقطتين لدي 0، 5 + 0 = 5، 9 + 9 = 18، ثم 8 + 1 = 9، 9 + 7 = 16، 3 + 1 = 4، + 1 = 5. رقمين وراء الفاصلة، إذن سأترك رقمين وراء الفاصلة. إذن هنا مبلغ التخفيض هو 568.5. إن أردت أن أجد مبلغ التخفيض على الأجهزة على 9 مصاليت، إذن سأخذ 568.5 ضرب 9، لأن لدي 9 أجهزة، لدي 9 × 5 = 45، 9 × 8 تعطيني 72 زائد 4 = 76، ثم 9 × 6 = 54 زائد 7 = 61، إذن أكتب 1 واحتفظ ب 6. ثم لدينا 9 × 5 تعطيني 45 زائد احتفاظ 51، رقم 1 وراء الفاصلة. إذن لدي 5116.5 فيما يخص تخفيض على أجهزة المصاليد. إذن سنمر للتمرين الموالي. إذن أصل كل جداء بالعددين اللذين يؤطرانه دون وضع العمليات مستعين بالحساب المقرر. إذن لاحظ معي جيدا، لدي 78 × 109.99، إذن سأضربه في 110. إذن لاحظنا 78 لو ضربناها في 100 ستعطيني 7800، إذن 7800 محصورة بين 1000 و10000، إذن سأصل هذه بالتقاوم. ثم 403 ضرب 99.97، إذن هنا سأخذ 100، إذن 403 ضرب 100، إذن سأضيف 0 هنا سأحصل على 40300، إذن سأخذ ورقة وسخ. إذن قلنا العملية ستصبح على هذا الشكل، ضرب 100، إذن لاحظ معي 403 ضرب 1 تساوي 403، ثم 0 سأضيفهما هنا، إذن كم لدي؟ 40300، و 40300 محصورة بين 10000 و 100000، ثم 29 ضرب 30، إذن البطاقة المناسبة لهذا الجداء هي بين 0 و 1000. إذن فيما يخص التمرين رقم 2، أحيط رقم أعشار الجداء دون وضع العملية. إذن لاحظ معي 9 × 3 = 27، إذن رقم 1 وراء الفاصلة، إذن 7 هو رقم الأعشار. 64 ضرب 5، إذن لدي 4 × 5 تساوي 20، 0 واحتفظ ب2، إذن رقم الأعشار هو 0. ثم لدينا 983 ضرب 10.2، إذن هنا 2 × 3 = 6، إذن رقم الأعشار هو 6. إذن سنمر لأثبت تعلماتي للصفحة 94، لنحسب جداء 28 و 467.3. إذن لاحظ معي كيف وضعنا العملية، إذن 8 × 3 = 24 إلى آخره، ثم هنا نكتب نضع الصفر أو نضع النقطة.
نفس الشيء، 2 × 3 = 6. ثم في الأخير عندما أقوم بإنجاز عملية الجمع، إذن هنا يوجد لدي يعني تفصيل هذا الحساب موجود لدي هنا. 28 هي 20 + 8، لهذا نقول نضع نقطة هنا لأن 2 تمثل عشرات، مفهوم؟ ثم نبدأ بإنجاز العمليات مع الانتباه للاحتفاظ والفاصلة. في عملية الضرب لا أضع الفاصلة، إذن عندما أقوم بالوضع على هذه الشكلة لا أضع الفاصلة حتى أن أنهي العملية، ثم أحسب عدد أرقام وراء الفاصلة. إذن أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذه الطريقة التي يعني من تقرب المستوى الثالث ونحن نسير على هذا المنوال. إذن هنا نكون قد أنهينا الصفحة الأولى من هذا الدرس. نلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم مع تتمة الصفحة الموالية، والسلام عليكم.